بعد حال أعضاء الاتحاد العراقي يونس محمود باقي كمشرف للمنتخب الوطني، ولم يشمله الحل. بأنام العراقية الكشف عن كأس العراق الرياضي والذي يتكون من 18 جذر وغصن وورقة مجسدا محافظات العراق وهي متحدة، ومن تصميم النحات العراقي أحمد البحراني. شنو رأيكم بتصميم الكأس؟ اكتبونا آراءكم بالتعليقات. صمم من عنده 3 ألوان فضي وذهبي وبرونزي، برأيكم أي واحد أجمل؟ اكتبونا آراءكم بالتعليقات. من هو منتخبك المفضل في كأس العالم؟ اكتبونا بالتعليقات لمن تشجعون بكأس العالم. تصريح أدي ربيعي يقول أعتذر عما حدث في ملعب النجف، ويحمل حارس نادي نفط الوسط علي كاظم مسؤولية ما حدث. أدي ربيعي يقول الحارس علي كاظم استفز جمهور الشرطة بحركاته، وجمهور الشرطة قلوبهم محروقة. يعرف خسره وقلوبهم محروقة، ليش الكراسي شلعوها؟ أريد أفتهم الكراسي مع الملعب شعليها يعني. نهاية الفيديو أحب أشكركم على تفاعلكم بالقناة، اشترك بالقناة، فعل الجرس، شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد. كان معكم أنس، في أمان الله، نلتقي بفيديو جديد.